الشعب فبحيث أنا هو رئيسكم الجديد. رئيس رئيس على روحك يا بابا، تختارين هي الرئيسة، فهمت؟ يا ولا حويد، تشكون فيكم الرئيس؟ أشكون الرئيس؟ يا نيجي انت باش تاخذ مكتف يديك هكا؟ ادو حب ربي شو تحبني نعمل؟ نقوم نشطح وكذا. لازمك تعزز صفوف الجيش متاعك. هاني كلمت احمد البرومي وقال عنده قرارات مش يقولهم لي وكذا. المهم تشوف حل قبل ما البلاد تمشي في هاويه وانت عينيك تغزر. الو سيد الرئيس. ها جلست شفما تناجي سي احمد البرومي وصل. ها يدخلوا دخلوا. هذا سيد الرئيس. هاي يدو حاخرجي. حاضر، المهم شوف لنا حل البلاد. باهي باهي يخرج تو يخرج. يا ابو شوشة. واه سي نياجي. ها ادخل ادخل بحذا، سي حمد البرومي خاف منه انا وكذا. ايش افتح حاجة سي نياجي؟ ما فما حد في الدنيا هذه نجم يدس فاست وانا حاضر. ها وحدك يا ابو شوشة وحدك. ها يسس هوجة. هاي السلام عليكم. ها مرحبا بك يا سي حمد. ها اليوم احمد جاء وما جابش الجيش. اوي هي الحمد لله سلكت يا ابو شوشة. مالا شنو جبتو كذا؟ ها جبت مجموعة من القرارات يا سيد الرئيس. ها يا قلي قلي. ها اول حاجة والاهم هو مش يتم تجنيد البنات باش نعزو صفوف الجيش. البنات وكذا؟ واه سي حمد يعني مش ولي فما بنات في الجيش؟ ها إلهم بنات في الجيش. سي حمد انا من اليوم نتطوع باش نخدم بلادي وبضمير. ها يا ابو شوشة مش تخليني وحدي وكذا؟ مثالش يا ناجي، تي انا نهزو بيدي لثكنة. ها هيك هو ملا من اليوم ابو شوشة في الجيش. ايا جيب الكمباوي جا طبل طبال. اشكون الرئيس؟ ها ابو شوشة خليت علي بلاصة وكذا. انت خلى عليك بلاصه وانا ارتحت منه وهو نهار كامل دخل في روحه. هاي ابو شوشه خليتني وحدي ومشيت وكذا وانا ما عاد فهمت الله. الو سيد الرئيس. ها اجلس سي ناجي. سي احمد في التليفون. سي احمد هاتوا هاتوا. ها ايوا سي ناجي. ها احمد اش فما لاباس؟ سي ناجي راه ضبطنا بحوزة بوشوشة سلاح من نوع شكيمي سيفسكار. بوشوشة عنده سلاح وكذا وش يعمل بيه فهمت الله؟ من على شي سي ناجي اما راه كمواطن عادي لازم يشد الحبس. يا احمد ما تجيمش تخرجوا على خاطري. لا ما يجيش يا سي ناجي مستحيل على خاطر الجيش والكل. يا دعاء بوشوشة مشى وكذا. فين مشى؟ مشى في هاوية مش يشد الحبس فهمت الله. طلع عنده سلاح مدخله معه وكذا. إيه قلت لك اللي السيد هذا أنا مانيش مرتاحت له ملي جري القصر. هاي فتحية وليد يعمل كيف وانا نحبه وكذا. يا سي نياجي حاطي انا نحبك جوتيم اي لاف يو. بوشوشة سوربريز. يا بوشوشة كيفاش خرجت وكذا؟ تي ما هو عندي صحيبي بلجيكي تي خرج عنده مدة هو يتكلم عليها يرحم والديها البلجيكي. يا بوشوشة راك معلم وكذا. أيها الشعب فبحيث أنا هو رئيسكم الجديد. رئيس رئيس على روحك يا بابا، تختارين هي الرئيسة، فهمت؟ يا ولا حويد تشكون فيكم الرئيس؟ أشكون الرئيس؟